مساءكم بالخير والمسرات مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى مساء الصراحة والشفافية والوضوح. شركة أسترالي دول تقطع العلاقات بينها وترجع خلواتك هذه اللي ترجع عنها تحالف أنت وياه مع تصلحون ولا تصالح أنت وياه معاتهم؟ لا ليش ما تتم شخصيات الشعراء؟ يعني مش معنى تركي أنت يعني الناس مركزين على تركي ليه؟ سبحان الله العلي العظيم، يعني أنا مستغرب. قال الله قالت قنوات عالمية معروفة أساسا، قنوات لديها الإمكانية. يا أخي أنا أتكلم معك بدون مجابية الدعاية عن طريق قناة شعبية تجيب لها الشعار غنو ولا عن قنوات عالمية؟ ما تفهم أنا لي نية وأنت ما تدري عن نيتي اللي في خاطري. المشاعر طال عمرك عصمة فقط، أنا دح نفسي مدح نفسي في الخلاط، أنت تدري عنه. شو يمكن أنا شايف أن ردي على ما هو مقنع؟ قبل ما أقوم كلمت العيال عندي، الشعر اللي عندي مطلق الله يرحمه وخلف شليويه، قلت أنا بقوم بغش الزلامي في بيت بدون مجاملة أفضل. أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات مشاهدي الكرام، مساء متجدد من الصراحة والشفافية والوضوح، مساء بدون مجاملة. هذه الليلة نسجلها مع الشاعر تركي الميزاني. حياك الله أبو عطا الله. الله يبارك فيك يطول في عمرك أبو عطا الله. احنا بدون مجاملة راح نبدأ مباشرة، يعني وأنا أدري أنك مستعد استعداد كامل. ما في شك. بدخل على المحاورة بأسلوبك في المحاورة أبو عطا الله، كيف تصنفه يعني؟ أسلوبي أنا أعطيكم فكرة عنه؟ إيه أعطني فكرة على أساس أنه أبني على سؤالي. لا ما هو صحيح، يعني راح أعطيكم خطتي في أسلوبي. طبعاً كل شاعر له أسلوب خاص به، يعني وهذا شيء من خصوصيات الشاعر، ولكن يعني لا شك أن كل شاعر له أسلوب منفرد. جميل. يعني فأسلوبي أعتقد أنكم أنتم يعني تشوفونه، ما يحتاج أني أشرح. إيه طيب، شعر المحاورة إما أن يكون دفاعي أو يكون هجومي، أو يكون يعني بين الدفاعي والهجومي، أو يكون يتلمس القوافي ويتلمس المعاني ويمشي على هل أن تنتهي المحاورة. شوف، ما في شاعر اسمه هجومي وشاعر دفاع، هذا مو غير صحيح، ما هي موجودة. لأن الشاعر شاعر سواء في الهجوم أو الدفاع فيما يخص المحاورة. لكن مثل ما قلت لك الأسلوب هو اللي يفرق. أحيانا مثلا رغبة، أحيانا تلاحظ بعض الشعراء مثلا يكون هو طبعا هو البادي، يعني أنه يحاول أنه يبدأ والطريقة على أسلوبه، والرغبة أنه يكون هو اللي يهجم، هو اللي يستفز، هو اللي يطرح، هو اللي يفتل. وفي شاعر لا يفضل انه مثلا يكون دفاع ويكون انه ينقض وكذا. ممتاز ابو عطا الله. طيب يعني الكلام في نوع من التناقض، يعني تقول شاعر ممكن يكون دفاع، يعني اكيد انه في شاعر لا هو يقول لك رغبه فقط، ما هي شيء اساسي. زملائك الشعار يعني الشعراء الكبار يقولون انه في شاعر هجومي وفي شاعر دفاعي وشاعر، يعني عرفت. طيب خلينا نقول لك انت، يعني احنا بنقول من عندنا نقول انه انت شاعر هجومي، يعني تتفق يعني مع هذه؟ والله شوف، انا مثل ما قلت لك ارجع واقول ان الشاعر شاعر سواء هجومي ولا دفاعي، فما في فرق بين الهجوم والدفاع. يعني شاعر لازم انه يكون مكتمل من كل هالجوانب، يعني اذا كان ما هو مكتمل ما راح يكون شاعر اصلا. اصلا ما في شاعر دفاع. طيب انت بتجي عند حفله تبي تبدا، انت ما تعرف تبدا، هذا اذا كذا ما انت بشاعر. لا هذه ما لها شغل لا بالهجومي ولا بالدفاعي. لا شاعر. شغل الهجوم اصلا ما هو بجي هجم عليك بعصا ولا لا انا معك، يعني هل انت بتسلم يعني الهجومي الهجوم اللي اجي انا اصير مثلا القيادي في الطاروق، اني انا اللي ابدع المعنى وانا اللي اختار اللحن وانا اللي اغني وانت تتبعني. شوف تركي، القياده في المحاوره هي من المعنى، تبدا من المعنى ولا تبدا من بدايه المحاوره. يعني القيادي هو اللي يربط الشاعر الثاني بمعنى معين، يعني علشان كذا احيانا يكون الشاعر الطرف الثاني اللي يرد يكون هو قيادي. يعني في شعراء يقلبون المعادله ويصير قيادي من يقلبون. ها مثل ما قلت لك اني ممكن انك تكون بعد رد شاعر رد وتكون شاعر هجومي، ممكن تكون شاعر هجومي وتكون شاعر رد، وهذا الشيء اللي انا قلت لك. طيب اسلوبك في المحاوره الهجوم اللي نتكلم عنه، يعني هجومي صريح وواضح، و
ممكن يتطرق الـ 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 يعني الـ الإساءة وشغلات يعني من هالقبيل يعني. يمكن أنك انتهجت في البداية لهدف معين. شوف ما لا لا الكلام هذا يعني أحب أوضح لك يعني أوضح للمشاهدين. في هجوم طبعا من باب الحماس، الهجوم اللي مثلا ما فيه بعيدا عن الخطوط الحمراء سواء تخص الشاعر أو المحيط اللي هو يعيش فيه، وهذا استخدم أنا المصلحة واحدة، وهذا طبعا ما في ضرر لحد، يعني لفت انتباه الحضور ولا تحماس الحفلة ونجاحها وكذا. أما فيما يخص مثلا تقول والله هجوم واضح، فهذا ما يجي مني في البداية نهائيا، إلا إذا كان مثلا في شاعر والله مستفزني أو إنه جابرني على الأمور هذه، فهذا أبدا نحن. أبو عطل أنت ما تلعب على معنى يعني مدفون يعني كما يقال يعني بصراحة. أنت تلعب يعني على معنى مكشوف يعني زين، أنت يا الشاعر اللي فيك بدل شلون ولا أنت يعني وأنتم فيكم. طبعا هذا لا يعني أن الطرف الثاني ما يرد، الطرف الثاني أكيد أنه يرد ويعني ويجاريك وممكن أنه يعني أنت طرحت لي السؤال هذا يعني قلت أنك ما تلعب معنى يعني معنى مدفون، هذا هذا معنى مدفون. في النهاية أنه كنت تتطرق للقبيلة أو للشاعر هذا معنى، وفي النهاية معنى مكشوف يعني. تابعت المحاورات؟ أنا تابعت محاورات طبعا. أنت في الآونة الأخيرة صاير تلعب معنا، بس أني أنا أتكلم بشكل عام عن أسلوبك اللي انتهجته من البداية يعني. يعني أنا تابعت لك محاورات تلعب معنا مدفون، لكن أنا أكلمك عن الظهور التركي، بروزه، جماهيريته، كلها كانت يعني إما أنها مخطط لها أو جاءت بالصدفة يعني. شوف بقول لك حاجة واحدة. اولا البدايه اي شاعر لا ترك الميزاني ولا غيره يعني من الشعراء الماضي لشعراء الحاضر ما حد جاء والله وقال خلوها عند الميكروفون وهو شاعر متمكن، هذه هذا سبب. السبب الثاني ان الشعر موهبه وخبره، يعني يعتمد على الخبره انك تجي اوكي انت تجي شاعر موهوب امام الميكروفون وفي البدايات، فلا شك ان يصير فيه اخطاء ويصير أشياء يعني تجهلها، ولكن هذا الشيء يعني مهما صار ما يلغي الشاعرية والموهبة اللي موجودة عندك. وأعتقد يعني كلامك إن يعني شاعر مكشوف ما هو صحيح، أعتقد إن المحاورات موجودة من السنين اللي راحت والسنين اللي جاءت والعصر الحالي، ولكن أحياناً تكون محاورات مكشوفة مثلاً إذا كانت والله محاورة مثلاً فيها نوع من القبلية، طبعاً ما هي هدفنا هذه، شلون تدفن فيها؟ ليش من الأساس يكون فيها قبلية يعني؟ ليه من الأساس؟ هذا أصل المحاورة وش هي؟ كانت قبلية ونقلت إلى الأغراض. ما تلغي الشيء هذا فهد، ولا راح ألغيه لا أنا ولا أنت، ومستحيل، لأن المحاورة تجمع قبلي، هذه بيئتها وهذا محيطها، لا يمكن نلغيه. والشاعر كل شاعر يمثل قبيلة، فأحيانا تصير مثل الأشياء هذه، ينجبر الشاعر أن يلعب شعر مثلا أبيات مكشوفة مثلا، حنا فعلنا قال هذاك حنا فعلنا، حنا القبيلة اللي أمجادنا كذا قال هذا حنا القبيلة اللي أمجادنا. ممتاز، هذا كلام كلام إنشائي جميل يا تركي، أنه حنا اللي فعلنا قال هذاك حنا فعلنا، بس أنه مو أنتم يعني فيكم، والثاني رد عليك يقول أنتم فيكم يعني. يعني القبائل أسمى بكثير من أنه تدخل في مسألة يعني إساءات في المحاورة. الشيء الآخر يعني أنه المحاورة ممكن تنقل إلى يعني ما هو يعني أفضل من موضوع القبيلة، وهي نقلت ترى في فترة من الفترات يعني، استخدم الجانب السياسي الخارجي يعني في داخل المحاورة، والجوانب الاجتماعية، المواضيع الاجتماعية طرقت بشكل أو بآخر، لكن جاء تركي وبعث الأموات يعني في المحاورة، إنجاز التعبير يعني. والله شوف اللي يبعث الأموات الله عز وجل، هذا هو شيء سبحانه، أموات المعنى، المعنى يعني. نعم شوف بعلمك تركي جاء يعني، شوف أنا ما جيت والطريق مفروش لي بالورود يعني، بقول لك أنا ممكن كانوا جيت في دخلت ساحة المحاورة وهي كانت في عصرها الذهبي طبعا في شعرائها، وكانوا الشعراء هم المسيطرين، فدخلت أنا بطريقة الشعر الصحيحة، ما هو بني أجي وأهجم، أنا كنت أهجم نعم، ولكن أهجم على طريق الشعر الصحيح اللي مثل ما قلت لك فيه هجوم اللي أنا وضحت لك. طيب لكن التركي والله جاء وبعث الأموات في المعاني، وهذا هي المعاني كانت قديمة يعني. أي نعم يعني هذه ما هو بالوحيد تركي اللي سوى الشيء هذا، وأنا ما بديت بالشيء هذا يعني. يعني أنت يعني أنت يؤخذ عليك أول شيء أنت شاب ومتعلم ومثقف وواعي ومطلع على يعني
التطور يعني في جميع اتجاهاته، يأخذ عليك أنه أنت ممكن يعني تطرح المحاورة بشكل جديد بقالب جديد، حتى أنه أنت ممكن يعني تسوي نوع من الورطة للشاعر المقابل، يعني مو ترجع يعني للتقليد القديم. طيب بسألك أنت يا فهد، لو كنت مثلا شاعر قبيلة أنت وجاء واحد غلط عليك مثلا أو غلط على قبيلتك، تمدحه؟ لا ما امدحه، بس اقول احشم قبيلتك ولا ارد عليك يعني. طيب اذا كان اعلم من اعلام الشعر؟ اي لك انا احشم قبيلته، احشم قبيلته انا ولا ارد. هنا تمثل ما فيها حشمه ما حشمه، طبعا المقادير في صدور. إيه؟ لكن انت امام هنا انت شاعر تمثل قبيله. طيب اللي والله شوف، واذا كان اللي واذا كان اللي بدا انت، طيب انت اللي بدات القبيله. لا لا هذه محسوبه علي انا اذا كنت انا البادي، وانا يعني بكل امانه اتكلم عبر المنبر هذا الاعلامي، اني ما اذكر اني والله جيت يعني. ما هو بالعقل انك بتجي والله تمسك الميكروفون تقول يا الفلاينة فيك. أجل بالعقل الشعار الثانيين اللي يواجهونك هم. لا احيانا تطرق لشيء حماسي مثلا تستفز الشاعر، الشاعر ما يستفزك انت، ارجع لك. واحيانا في شعراء ينتهجون الشيء هذا، وهذا اللي عانيته انا ترى في دخول المحاورة. يعني هجموا علي يعني قالوا هذا مثلا والله شاب صغير ما يعرف الامجاد والتاريخ مثلا يمكن يجهله. مو صحيح الكلام هذا، انك تجي مثلا اخ اوكي انت عندك حسابات ابغى اصفيها صفها معي انا كشاعر. جميل. لكن مثلا والله يجي انت شاعر علم من اعلام الشعر وكلامك محسوب، يعني لو كنت مثلا ما انت شاعر، لو مثلا جت والله من واحد تو بادي في الشعر، اي هنا رديت ما انجلست عنها قالوا بيض الله وجهه، صح ولا لا؟ صحيح. لكن تجيني من شاعر علم ومثلا اللي بيسب قبيلتي ولا بيسبني، لا بالله ماني مادح، بسبه والرضي ونزعل. صدق. جميل. اي جميل. طيب ترك انتم تكرسون للشعر التقليدي، يعني احد يعني اما انه المحاورات يعني جامده وتظهر بشكل جامد دائما يعني هذا الشيء في الشعر التقليدي طبعا، ولا انه شخوصها جامدين مع احترامي يعني لشخوصها، يعني انه ما في اي نوع من النقل في المحاوره. طيب الشعر المحاوره وش مثل هو؟ حتى انا الان اذا شعر هو شعر مثل شعر النظم الان، يعني في يعني تبغى نتكلم بالثقافه في المحاوره؟ ليش لا؟ ليش ما مستحيل تصير؟ مستحيل. ليش ما تتكلم؟ ما تجي. اول شيء ان النظم غير والمحاوره غير والثقافه. اوكي احنا ندخل الثقافه في المحاوره كفكره، يعني نقدم افكار جديده، طرح مثلا جديد، لكن كلفظ مستحيل. عندك انت من ابناء عمومتك يعني عبد الله الميزاني يوظف الجانب الثقافي، يوظف الجانب الغامض في محاوراته، وشاعر يعني يكاد يكون من اخطر شعراء القبيله. نعم يعني صحيح، ما في شك ويستاهل عبد الله. لكن قلت لك في المجال هذا صعبه جدا انك بتدخل الثقافه، يعني بتصير والله محاورتك ثقافه. لا يمكن باللفظ الثقافي مستحيل، يعني مش ما هي مرغوبه. ليه؟ لسبب قلت لك ان المحاوره، وهذا اللي انا قلت لك وطرحت لك، قلت ان المحاوره تجمع قبلي، والتجمع القبلي ها يعني الثقافه فيه اللفظ هذا ما يرغبون الشيء هذا، يرغبون لغتهم اللي هم عايشين عليها وعايشين عليها اجدادهم. انا ماني قاعد اقول اطرح المحاوره أيوة الشاعر باللغه العربيه. لا 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 مش انا يعني فكره مثلا اجي واقول اساس الجمهور يا ايها الشاعر وكذا. لا لا انا ما اتكلم بهلا، يعني ما اتكلم الثقافه لا يعني انك تتحدث اللغه العربيه الفصحى. يعني انا قلت لك انت تقول ليه ما تدخل الثقافه، يعني انك تطرح المحاوره بقالب جديد بشكل جديد بنوع جديد حتى على مستوى المواويل. يعني عموما نطلع من هذه، يعني لاننا تطرقنا لسوار الذهب الشاعر عبد الله الميزاني، احدكم يتفوق شعريا والاخر يتفوق جماهيريا، كلنا مكملين لبعض. ما في بدون مجامله، البرنامج بدون مجامله. تقول انا قلت لك اكيد انكم مكملين لبعض وابناء عمومه وكذا، بس انه في واحد يعني واحد يتفوق جماهيريا هذا ترى على فكره. يعني شوف اذا كان مثلا تقصد مثلا ان عبد الله يتفوق شعريا، فانا بكل صراحه يعني عبد الله يتفوق شعريا على جميع شعراء الساحه الان الموجودين. هذه اول نقطه، يعني ما اعتقد ان في شاعر بجاري عبد الله، صعب مجرات عبد الله الميزاني كتفوق. ممتاز ممتاز. اي نعم. عبد الله شاعر نادر وجوده الان في ساحه المحاوره، لانه يعني مبتعد شوي عن الاضواء، مبتعد مقل، ولكن هذا الكلام اقوله بعيد عن المجامله، وحنا في برنامج بعيد عن المجامله. الجماهيريه طبعا قلت لك كل شاعر له اسلوبه وطريقته في الشعر. يعني خدمك الصوت، يعني اعتقد عندك رشيد الزلامي، اعتقد ان الشاعر يعني
بقول لك يعني من أفضل الشعراء الموجودين، وفي شعراء أكثر من الجماهيرية هم أقل من الشعر. هذا ما يعني إنك إن أنا نقص في شعريتك إنك تكون والله شاعر جماهيري وأنت ما تبجع، مو صحيح. أنت ما جيت من فراغ، ما حصلت الجماهيرية هذه والله بضحكة سن ولا ولا ولا, أي ولا الجماهيرية يعني إذا كان غالبهم يعني ما يطلع من المحاورة طلع لحن وطلع مواويل وكذا يعني تفرق يعني. يعني أوكي يعني لا شك إن فيه الألحان يعني ساهمت في 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 كثرة الجمهور في المحاورة، وهذا طبعا شيء يخدم المحاورة ما يسيء لها. طيب الجمهور يثيرك تركيا يعني يعطيك حافز إنه أنت يعني تدخل في مسألة لعبة الورطة داخل المحاورة يعني. مو صحيح، لا جمهور المحاورة يعني ما تصل الأمور هذه إنه يثيرك ويخليك مثلا تخرج عن مسار المحاورة الصحيح، أو إنك مثلا بتحاور إنك تكسب بشيء غير لائق أو كذا، لا مو صحيح. يعني جمهور واعي جمهور المحاورة ما في شك. نعم، شلون جمهور واعي ويصير يعني في نوع من التراشق حتى داخل المحاورة بالكلام وبدلو وذا ويصيحون على الشاعر، لا قام تركي عند الميكروفون يعني ما سمعوا الناس بيته، ولا قام الشاعر الفلاني ويعني شوف بقول لك يعني من الوعي تركي انت بتطلع شعر يعني بعلمك. لا 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 لا, لا, لا الوعي موجود بعلمك. انا الحين جمهور المحاورة طبعا كل شاعر له جمهوره، فجمهور الشاعر هذا يعطيه دافع يحاول انه مثلا طبعا هذه تعتبر مواجهه مثل هاللقاء اللي بيني وبينك هذا. هذا اول شيء انها ارتجالي وجها لوجه، الوقت محدود ايضا، الحماس موجود، فجمهورك يصير مثلا هو القوه مع الشعريه اللي انت تملكها يا الشاعر. جميل. اي نعم. في بس سؤال اللي هو لو كان تركي الميزاني بشعريته وبصوت رشيد الزلامي هل سيحقق الجماهيرية؟ اسمح لي تركي اسمع الإجابة بعد الفاصل. تفضل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نعود من بعد لاستكمال حلقة هذه الليلة من برنامجكم بدون مجاملة مع الشاعر تركي الميزاني، تفضلوا بالبقاء معنا. قناة المرجى بالفضائية أن تشاهد من أعلى. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام، نستكمل حلقة هذا المساء من بدون مجاملة مع الشاعر تركي الميزاني. كنا قد توقفنا أبو عطا الله عند لو كان شعرية تركي اللي يمتلكها الآن بصوت رشيد الزلامي، هل ستحقق هذه الجماهيرية بكل أمانة؟ يعني شوف، أولا الحمد لله ما عندي شك في شعريتي، عشان نقول لو كان شعري رشيد ولا غير رشيد، رشيد شاعر واحترمه وقدره وشاعر علم من علم الشعر، ولكن الحمد لله ما عندي شك في شعريتي. لكن قلت لك الصوت، طبعا الصوت في المحاورة شيء أساسي أو قاعدة من قواعد المحاورة الأساسية، لأنها بالصوت هو يعتبر توصيل الرسالة اللي أنت تحملها يا الشاعر والشخص. ولكن أعتقد يعني لو صوت رشيد يعني أفضل من صوته الآن، ممكن يساهم في كثرة الجمالية، سواء صوت تركي الميزاني ولا صوت ملفي المورقي ولا حبيب العازمي ولا زيد ولا أي شاعر من شعر المحاورة. يعني أنت تزاول الآن أسلوب المحاورة معنا، يعني لا التفيت على السؤال وقلت الصوت مهم، أنا داري أن الصوت مهم وأنت صوتك يعني من أجمل الأصوات الله يعطيك الصحة، لكن أنا أتكلم عن أنه لو كانت الشاعرية يعني
شعرية تركي وصوت رشيد الزلامي. هل الجماهيرية اللي الآن يعني جماهيرية تركي منتشرة مو بس عند القبيلة، قبائل ثانية يعني بتكون بهال 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 بهالجماهيرية؟ أعتقد إنه يعني بدون مجاملة بوضوح. بدون يعني مجاملة بكل أمانة يعني أنا قلت لك الصوت قاعدة. ما في شك ما نختلف عليه. ما هو يعني ما راح تصير يعني بالشكل اللي أنت تشوفه. أوكي راح يقتنع مثلاً بترك الميزان الشاعر. كاقتناع يعني اقتناع عن ترك الميزاني نعم شاعر محاورة جميل، ولكن كمثلاً مثلاً اللي بيصيرين مثلاً يتابعون ويحضرون مثلاً يصير حريصين على حفلاته والصوت لا يعني ممكن في اختلاف يعني. وتمتلكون أصوات جيدة واسمح لي على تعبير يعني تسطون يعني بنقوسين يعني تسطون على يعني ألحان الفنانين بدون الإشارة لا يعني يعني خالد عبد الرحمن يعني شذبوا الشعراء المحاورة واخذوا كل شيء من ألحانه بدون الإشارة له تركي يعني وبدون حتى يعني في أي لقاء أو في أي إشارة إلى أنه حنا يعني نعتذر من الفنان الفلاني. طبعا الفنانين كلهم يعني أنه ترى أسأنا يعني بأخذ يعني ألحانه وتقديمها بشكل ما بدون حق يعني بدون وجه حق يعني. معك يعني أولاً يعني أكثر الألحان اللي إحنا نطرحها في المحاورة ما هي بالألحان تخص الفنانين، الفنانين أخذينها من قبلنا أصلاً لأنها في الكرة الشعبية يعني، وهذا اللي بكل أمانة يعني نعتمد عليه إحنا أكثر إذا بغينا مثلاً نقدم شيء جديد. بس إنه وثقت في وزارة الإعلام يا تركي، وثقت في وثقت في وزارة الإعلام بكتابة فلكلور وليس لا الفنان الفلاني. أنا ما أتكلم عن الفلكلور، الفلكلور أنا معك يعني لكن في ألحان ثانية، في ألحان يعني أوكي في ألحان ثانية فيها الحان ثانية طرحناها نحن أو طورنا وضفنا عليها شيء لأنها يعني نشوفها قريبة للمحاور، وهذه تخدم الفنان ما أنت تخدم الفنان، الفنان انتشر وانتهينا ووصلت للناس ما لك لحالك وصلت منتشر في كفن ممكن، لكن احنا بعد يعني ساهمنا في انتشارك في فننا احنا المحاورة، فهذه بالعكس يعني هذه إضافة للفنان مثل ما هي إضافة للشاعر. إذا كان الجمهور اللي حاضر ما يعرف الفنان شلون تساهمون في انتشاره؟ لا يعرف يسمع يقول يا اسمع من فلان يمكن يعرفه 25 نص الجمهور اللي جالس والله الحين انا سمعت الفنان من هو الفنان الفنان الفلاني. طيب لما اقول يعني اللي ما يعرف اللحن لك عرفها الان يا تركي، هذه حقوق ادبيه وفكريه يعني بمعنى انه انا اقوم اقول هذا ترى اللحن يعني بعضكم يا تركي بعضكم يقوم عند المحاوره ويقول عند الميكروفون ابشركم لا في لحن جديد اخر موديل وما ادري شلون ويقول لحن اساسا يعني معروف يعني عند الجمهور. شوف لحظه انت يعني طلعت محامي ولكن اذا كانوا والله هم زعلانين فوزاره الاعلام عندهم يعني ما اتكلم انا اتكلم يعني عن ادبيات معروفه يعني زين انتم يعني في 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 جانب المحاوره تطرحون مثاليات وتطرحون قيم بالاضافه لانكم تطرحون اشياء سلبيه يعني المثاليات والقيم هذه تطبق عليكم يعني انتم خصوصا لكم جماهير يسمعون منكم ويعون الشيء اللي تقولونه يعني انت ترى انه من يعني من الصحيح انك تاخذ لحن الفنان وتقول بدون الاشاره له لا في حوار ولا في لقاء ولا اعتذار ولا شيء ترى انه هذا شيء ايجابي؟ طيب انت طرحي في شريط سامح البعيد والقريب يعني وش بدات انا يعني اللي غنيته انك انا سامع انت قلت سامح البعيد والقريب شنو يجي يقولها؟ طيب انا اسمع يعني انت ممكن تغنيها اليوم في شريط البوم اصلي وبكره يغنيه فنان ثاني في جلسه اي بس يشير له وين يشير له؟ يقول الفنان الفلاني مو صحيح انت يعني هذا مساهمه لك وفائده يعني أنا كم شاعر يملك من جمهور تعرف أنت القبائل كم عددها يعني أنا صرت يعني الشاعر بالعكس والله صار الشاعر وسيلة تسويق للحان الفناني فهذا ما يصير أنا أختلف معك وأترك الرأي للمشاهدين أنا وجهة نظر يعني وجهة نظر أنا أحترمها وأختلف معك يعني ما تجددوا طيب ما في لحن جديد تركي أنت ما جبت ولا لحن جديد هذا أنا أعلمك هذا يدل أنك مقلب لا ماني مقل اذا انا احنا على التصوير الان قل لي اللحن الجديد اللي انت جايبه لو بعديك اللحن اللي جبتها من 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 مني انا مش انا اتكلم مش مبنيه على لحن يعني انا اقول لك مني انا إيه؟ ما هي من فنان ما هي مبنيه على لحن سابق يعني او تطوير اللحن سابق واجد لا لحن ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشرة تصل الى 30 لحن وهذه بس من 5 سنوات وجاي بكل امانه يعني ما فيها انا طرحت نعم طرحت فيها الحان يعني واكثرها اللي انا يقولون الله الفنانين هذه في الكرات الشعبيه ايضا طرحت الحان
الفنانين، ولكن يعني أضفت بعض الشيء عليها وشفتها يعني قريبة المحاورة، ولكن طرحت ألحان من, من, من اختراعي أنا ولا زالت معروفة وموجودة سواء مواويل أو طواريك. طيب نسمع أي واحد منها. أبشر بعلمك باللي آخر موال يعني صار من 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 من, من اختراعي أنا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 الناس ما تعرف إلا من معادنا. هذا من آخر ما نزلت أنا من اختراعي. هذا تطوير شيء سابق يترسل. إيه تطوير اللحن سابق يعني. إذا كان يعني إيه؟ تطوير اللحن أنت يعني لا تجابهني بالسؤال فهم. يعني أنت شوف تركي أنا أقول لك أنا اللحن هذا موجود أنت يعني. إذا كان مديت فيه. حكم الحنجرة اللي تمتلكها. يعني أنا أتحدى أي واحد يطلع يقول اللحن هذا موجود ويثبت يعني، وإذا كان عندك الإثبات قدم لي الآن يعني عشان أكون واضح أنا معك. أنت اللحن هذا اللحن هو قصير أنت طولته بس هذا كل ما سويته. عطني وشون قصير يعني فسر يعني يعني أنت يعني. أنت ساهمت في مد في مد اللحن أكثر أكثر من اللازم يعني. وش عطني هالجواب. أنا ما أنا لو صوتي مثل صوتك قلت الحين. يعني. عطني على نغمة خلينا. شلون على نغمتي يعني. تركي 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 تركي. بعد وانتجه اللحن وش يعني وش وش الوقفة وش الوقفة اللي أنت قايلها. الناس ما تعرف إلا من معادنا. لا ما هو صحيح ان اللحن موجود انا ما اخذ حق احد انا اقولها والفضل لله في الاول وبالتالي هي تجي وبالتالي تجي لا هم يعني هم تركيب انت ما اتكلم كتركيب انت تقول شلون انا اقدر اجيبها والفضل لله في الاول وبالتالي اجيبها بشكل سريع انت جبتها بشكل يعني ممدود بس تجيبها بشكل سريع استنساخ من اللحن هذا اللي انا جبته لا انت استنسخت من اللحن القديم عطني عطني اللحن القديم اللي تقول طيب تركي زميلنا الحميد المريبيط الله يعطيه العافيه ساهم يعني في 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 ضخ تركي الميزاني على حساب شعراء يعني كبار يعني في في المجله وانا امسيه بالخير يعني اي مجله مجله المختلف ما في يعني ما في ما عندنا تحفظ يعني مجله عزيزه يعني في النهايه وكلهم اعزاء علينا يعني اي لكن احنا نطرح نتكلم عنك انت شخصيا يعني اعتقد اللقاءات في المختلف ما تصل كلها اربع لقاءات الحميدي له 9 سنوات في مجله المختلف انت يعني انت عارف كان في مساهمه لا بكل امانه يعني صدق اتكلم معك بجد انا ما اتكلم عن اللقاءات وش يعني انا اتكلم عن سياسه التمرير يعني سياسه التمرير ما فيها اعتقد ان الحميدي ما كتب ما مستحيل انه يكتب اسم تركي في 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 بالذات فيما يخص ملف المحاوره ما يكتب اسامي الشعراء لا يقل عن 7 شعراء 8 شعراء اذا كان والله الحميدي مساهم فمساهم شعر المحاوره كله يعني عطني مجله مجله المختلف ما يوجد في ملف المحاور الا تركي انا هنا اقول لك ان الحميدي ساهم لكن لما تجيب تركي وتجيب حبيب تجيب زيد لا ما تجي ما تجيب حبيب ولا تجيب على حساب حبيب وزيد ويعني في يعني سياسه تمرير معينه يعني اذا كان والله الحميدي يكتب يعني يكتب لحن نجم انا ما اتكلم انا ترى اعتقد ان اي صحفي واي اعلامي حريص انه يكتب عن شخصيه مشهوره ومعروفه انت عارف انا بقول لك انت هنا مجله تسوق انا بقول لك طيب سياسه المجلات يعني يمكن احنا مرينا على المجلات كلها وانت يمكنك بعد الان اصبحت صاحب خبره يعني سياسه المجلات صناعه نجم مش انه نجم جاهز خلاص انه تركي انا جاني جاهز عموما يعني هم شوف بكل امانه انا ما صنعني الاعلام يعني عشان اوضح لك في سؤالك بس الاعلام ما صنع لنا انا الاعلام ما جانا في الاخير بعد الشهر اصلا ما في ولا اتحدى اي وسيله اعلاميه سواء مقروءه او مرئيه انا تقول والله انا ساهمت في 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 انتشار تركي الميزاني مو صحيح ساهمت يعني ساهمت المطبوعه هذه تحديدا في في تواجدك متى ساهمت سؤال بس في بداياتك في بداياتك يا تركي لا مو صحيح طيب يعني المختلف مجله المختلف طبعا مجله المختلف مجله بكل امانه يعني من افضل المجلات الموجوده في العالم العربي او الخليج خاص ولكن طبعا هذا رايك يعني هذا اقول اي رايك طبعا انه لا انت ورايك بكيفكم لكن كرايي انا واعتقد انه راي بعد لا هذا رايك شريحة كبيرة من المجتمع رايك انت لانه هذه تحمل انت تقول على مستوى الوطن العربي وهذه عمليه تصنيف وعمليه لا يعني لا اتكلم بجد ما عندي مجامله لاني
اتكلم يعني اذا 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 تفهم الاجابه انه ما مدح الشيء الا لانه انت يعني تواجدت فيه بشكل انت ما خليتني اكمل. المختلف لقاءاتي فيها من 4 سنوات وشيء. انا لي في يوم اشتهرت كشاعر محاوره من عام 2000 يعني لي 9 هذه السنه التاسعه جاي تمر علينا. من 4 سنوات وجاي بدأت أكتب عني مجلة، وأعتقد أن مجلة المختلف ما تكتب إلا عن النجوم اللي فعلا يستحقون يكتبها. طيب تركي، أنت قلت من عام 2000. نعم. يا تركي 2000 خمس سنين وأنت تركي 2000 يقول مستورة عصيمي. أسألك عن يعني مدى ارتباطك في اللقب ومدى محبة أن اللقب يرتبط معك. اسمح لي بعد فاصل قصير. تفضل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نعود من بعد لاستكمال حلقة هذا المساء بدون مجاملة مع الشاعر تركي الميزاني، تفضلوا بالبقاء معنا. قناة المرجى بالفضائية أن تشاهد من أعلى. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في حلقة هذا المساء من بدون مجاملة مع الشاعر تركي الميزاني. يبدو أن الحلقة ساخنة حتى خلف الكواليس. أبو عطى الله، يا تركي 2000 خمس سنين وأنت تركي 2000، البيت المستور العصيمي، هل يمثل لك إشكالية ارتباط الرقم يعني 2000 معك؟ بعد 1000 سنة. بعد 1000 سنة ما رديت طيب على البيت؟ لأن ما قام شاعر ثاني، ولي خلف بالدواس. أنا كنت واقف برد، فجأة خلف ورد على المستور. طيب وليه؟ لعدم استطاعت يعني؟ لا مو مسألة لعدم، بس إنه يعني ما أدري أنا وش الموضوع. مستور بدأ وجاء خلف على طول وكمل الطروب مع مستور. يعني ما في صعوبة أصلاً البيت عشان تقول بيت عادي، يعني ما فيه يعني الصعوبة. لا مش قضية صعوبة، لأن الناس وصلت 2008 وأنت تركي 2000 تركي 2000، يعني أنه أنت يعني أنا قلت لك 2000 هذا ثابت ما راح بعد 1000 سنة. بس انه يعني ما تعتقد انه فيه يعني مع تقدم الزمن يعني نهائيا انت تكرس 5 و6 و7 و8 ضل عيالي. انت تكرس التقليديه تركي حتى في الاسم او الجمهور خلاص ال 2000 هذه موجوده معك على طول على طول. 2000 خلاص يعني لقب ثابت معك مثلا، وما له زمن محدد مثل ما قلت لك. ممتاز. أي يعني ما له شيء يعني لما يقول لك 2005 2000 موجود 2000 موجود. نعم خلاص كفايه. وصراحه انا يعني بكل امانه لقب اعتز فيه. من اطلق عليك اللقب هذا؟ ليه؟ للسبب لانه من جمهوري. الجمهور هو اللي يعني. أينا. ممتاز. في الديوان الصوتي يعني اول شيء كيف ترى الدواوين الصوتيه تركي؟ مجديه للشاعر يعني؟ والله يا اخو شوف، الدواوين الصوتيه حسب طرح الشاعر. على مستواك الشخصي انت؟ والله انا يعني شوف، الديوان الصوتي اللي انا طرحته طبعا واحد هو، يعني كنت يعني مركز على حاجه واحده، يعني كنت بعيد عن التجربه هذه،
فقلت انا بطرح اشوف يعني وش هل هي مثلا مجدية؟ نعم. هل مثلا بيصير مثلا تسويقها مثلا على المستوى اللي انا ابيه؟ وبكل امانه تفاجأت والله كانتشار وكم بيعات حجم التوزيع خطير جدا. طيب في اخطاء يعني في الوزن اما انها كانت يعني من التسجيل ولا كانت يعني اخطاء مرت عليك يعني في قصائد البحر الطويل يعني داخل؟ لا لا تقصد ايش يعني؟ اي قصيده بس اعتقد قصيده واحده اللي هي القصيده اللي انا يعني كانت فكرتها قصيده غنائيه، فلما قدمتها انا في الشريط حاولت اشيل منها اشياء واضيف لها اشياء، ولا هي كانت قصيده يعني اضفت لها يعني لحظيه يعني عذاب وهم في الاستوديو وفعل كل شيء ودك يصير ما عاد يفرق جرح زاد جروح صارت من زمن تزني جفا وفراق وجرح قلب من حبك خطير وقتلني افضل بس قبل اموت جيب عندي كفن كل ما تريده نفذه هنا وقفه واصنع بحر مالح هجت بمواجه غزير. كانت فيها توصيلات، بعدين انا شلت التوصيلات وهذه ممكن اللي ما خلى الناس يفهمون القصيده وشلون بحرها وشلون طريقتها، واللي هي كانت يعني على شكل قصيده غنائيه. ممتاز. احنا على اساس ان الوقت ما يسرقنا في محور مهم جدا تركي اللي هو شاعر المليون. يعني شاعر المليون برنامج لا يختلف اثنان على انه برنامج من اخطر البرامج، يعني برامج المسابقات في الوطن العربي، ويعني لكن مشاركتك فيه انت كيف تقيمها انت تركي؟ دارت حولها دوائر واستفهامات بكل امانه. يعني مشاركتي في برنامج شاعر المليون يعني هي كانت يعني كان في البدايه يعني كانوا الناس كانت في ردود فعل عكسية كثيرة علي، بدأت من جمهوري و يعني ليه تشارك يقولوا لك يعني أنت منت في حاجة، أنت شاعر مشهور، أنت يعني منت في حاجة الأمور دي، ولكن أنا يعني كان عندي إحساس إن يعني أني لازم أخوض هالتجربة هذه. جميل. وتقدمت للتجربة الحمد لله يعني واستفدت. طيب قبل التقدم يقال يعني انك انت يعني فاوضت اللجنه المنظمه وورطتهم في مساله عقد بينك وبينهم انه انا ما اشارك كنجم معروف الا بشروط، اول شيء اصل النهائي، وثانيا انه في حاله يعني اكون انا في التصويت يكون لي نسبه مثلا 20-30% من نسبه التصويت. هل هذا صحيح ولا لا؟ اولا لو كان لي نسبه هذا ترى الكلام هذا طالع من اروقه يعني شاعر المليون. اوكي شوف بعلمك بكل امانه وهذا الشيء إذا أحطه في ذمتي بعد ما هو لو حصل لي نسبة 2% من التصويت عزلت شعر المحاورة، عزلت الشعر كله وارتحت. فهذا الكلام ده غير صحيح. أنا شاركت في برنامج شاعر المليون كشاعر من ضمن الشعراء اللي شاركوا، بعيدا عن الاتفاقيات، بعيدا عن الأمور يعني. وأنا يعني أنا صراحة بكل أمانة استغرب الآن الشعراء يعني، وهذا الموضوع يعني حدث أكثر من مرة، كل شيء يحطونه في اللجنة شاعر المليون، لجنة شاعر المليون. يعني ما عندهم غير لجنة شاعر المليون هم اللي يحطون عليهم اتهامات. لا لا ما أتكلم عن اللجنة، أنا ما أتكلم عن اللجنة، اللجنة لا يعني في شائعات كثيرة صارت لي أنا وصارت لغيري من الزملاء يعني. أنا ما أدري ليه الأضواء مسلطة على اللجنة. لأنه أول شيء بالبرنامج ناجح، واللجنة يعني أثبتت إنه لجنة يعني قادرة على إدارة برنامج من أنجح البرامج. زين لابد إنه يصير في نوع من الانتقاد. طيب أحيانا في يعني الشيء اللي يسلط عليها الضوء يبان الخلل البسيط لو كان نقطة يبان فيه. الحمد لله ما بان ما في خلل أصلاً. وفيما يخصني أنا مثل ما قلت لك أنا شاركت كشاعر من ضمن الشعراء المشاركين في برنامج شاعر المليون، وأعتقد ما أدري كم عددهم ذيك الأيام، وأرسلت القصيدة عن طريق الإنترنت. بعدها كلموني وقالوا حنا في الرياض وأنا كنت مسافر وعدتهم في الدمام. ممتاز. وجيتهم وشاركت وحضرت في البرنامج وشاركت لين أعلنت النتيجة وطلعت، لا اتفاقيات ولا أمور. أما أنا يعني أستغرب الآن في ناس تسوي أمور وتحط لها أن صار اتفاقيات، وفي شعراء يطلعون على قنوات يقولون الكلام هذا. يقولون إيه نعم الكلام يعني أنا أقول لك عشان كذا أنا أقول طالع من داخل شعر مليون. بالعكس أنا كنت يعني بالعكس يعني أنا كنت أبحث عن مثل هالسؤال وأقولها بكل أمانة يعني الشعراء اللي ما عندهم إلا الأشياء هذه يعني لو يبتعدوا لو يسكتون أفضل أنهم يتكلمون في شيء أصلاً ما
ما يعرفونه ولا يدرون عن 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 عن, عن المصداقية وين هم في 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 وادي والمصداقية في وادي. كل أمانة والله يعني أنتم ما عندكم إلا هالشعراء المعروفين بس تشمعون فيهم من اهتمامات مصالحهم هم طبعا. منهم اللي يطلع على القنوات هذا يبي الشهرة ومنهم اللي يكتب في كتب ويقول إنهم عطوا تركي نسب وعطوا وعطوا خير صحيح. جميل. طيب القصائد قصائدك تركي تراوحت يعني بين بين القصيدة العادية والقصيدة المتوسطة والقصيدة الضاربة يعني في البرنامج تتفق معي؟ لا مو صحيح. أول شيء قصائدي منهجها واحد عشان ما فيها متوسط ولا جيد ولا ممتاز ولا ضعيف. المنهج من البداية من قصيدة الفرايد أول قصيدة شاركت بها إلى الوداع الأخير. الأسلوب واحد والمنهج واحد. طبعا كنت أمشي على مسار وأعتقد أنكم يعني تعرفون الشهادة. ولكن طبعا فيه ممكن أن فيه قصيدتين اشتهرت أخذت الأضواء من القصائد الثانية اللي هي القصيدة الأولى سيرة بطل في الملك عبد العزيز الله يرحمه والدمع هذا اللي تشوفه ما هو دمع. أي هذه يعني كانت فكرتها يعني القصيدة الثانية كانت الخليج تتحدث عن الخليج وعن الأوضاع الخليج وكذا وكان فيها يعني القصيدة الثانية فتح وحماس كانت يعني فكرة الملك عبد العزيز سيرة بطل والدمع يعني كانت هو السبب اللي شهرها إيش هي أنها ما كانت مطروحة من قبل مثل الخليج كانوا يعني ناس يتغنون في الخليج حتى لو ما كان في البرنامج. جميل. يعني القضايا دي ولكن سيرة بطل والدمع كانت نادر أصلا ما 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 سبقني أحد عليها لا قبل البرنامج ولا في البرنامج. طيب تركي في في أحد يعني من من أبناء عمومتك ظهر في في أحد القنوات الفضائية وقال القصائد لي يعني أنا الآن اللي كتبت التركي يعني متى هذا الكلام؟ قبل في أي قناة؟ في قناة الواحة. مو صحيح والله طلع الكلام تكلم جد يعني ولا ايه هذا الكلام مكتوب قدامي الشاعر يعني أصرح باسمه ما في يعني إشكالية لأنه هو صرح باسمه. لا لا راجع اللي كتبه مو صحيح يعني يقول لي في أي قناة أنا ممكن أقول لك اسم الشاعر إذا كان عادي لا ما عندي مانع. الشاعر بدر الشيب. لا مو صحيح نهائيا ولا عمري سمعت الكلام هذا اللي يدور لشاعات يعني كثرة طلع ناس واجد يمكن تقصد أنت قبلنا سويدي ولا اللي الواحة. لا 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 الكلام اللي طلع أنه الشاعر بدر الشيب هو اللي قام بكتابة القصائد لك يا تركي يعني في أشوف طبعا أنت ما ممكن مجال مفتوح يعني ما أحتاج أول شيء بدر الشيب أخوي عزيز ومن قبيلتي وتشرف به ولكن بكل أمانة يعني أنا ماني محتاج أن أحد أن يكتب لي قصيدة ليه لأني أنا قبل لا أكون شاعر أنا أضمن شاعر محاورة أنا أقول في ثلاث ساعات على الميكروفون 70 بيت 60 بيت ماني في حاجة أني أكتب لي في أسبوع ولا في ثلاثة أسابيع قصيدة هذا مو بصحيح ممتاز ولكن يعني في الأمور دي صارت إشاعات كثيرة مو على بدر الشيب بس يعني اتجهوا قالوا محمد خلف الخس قالوا سعد بن سلطان الخيمي قالوا عويد الديحاني قالوا بدر قالوا وهذه طبعا ناس تروج تحاول انها يعني تسيء للسمعة ولكن على العموم هم شعراء قبيلتي وانا ما اعتبرهم الا هم قدوة لي وشعراء نظم لا لا كفوا نعم ولكن الكلام الصحيح اني انا لما أكتب من قلمي أنا ومن فكرتي ومن من شعري أنا ما أكتب من غيري. ممتاز. يعني اللي خلى الناس يعني ممكن يركزون على جانب الشعري في في شعرية تركي أنت قلت قبل شوي إنه أنا أنت فعلًا لا لو نقول لك بيت شعر قلت حاورت ما عندك مشكلة ولكن الطرح في الشعر عندك طرح تقليدي يعني. يعني ما أنت قبل شوي قلت ما نقدر نوظف ثقافة ولا نوظف فكر ولا نوظف في المحاورة. في المحاورة. أي. في قصيدة الملك عبد العزيز ما خاني يعني أنا طرى علي الآن شطر أوقت من نار فكري للمسافات نور إيه؟ هذه فكرة حداثية تركي يعني. طيب أنت سمعت شريط الأول في اللي نزل في الأسواق؟ أي أنا سمعت كل حداثة ما بين توديع اللقاء الحاضر وتكبير الغياب قضيت ليلي بين حرمانه وهمه وسهره أنا أجي سدول الظلام العتم عيون السحاب وحاول أنسى ما حصل بنظرتي واستصغر انا يعني انا شاب انا مطلع على الحياه الان ممتاز يعني ممتاز بس انه بس ما عندك يعني ما عندك نفس الاسلوب اوقت من نار فكري للمسافات اي نور
يعني يا اما انه يعني يعني انه الشاعر فعلا يكون ملهمه يعني في, في, في لا لا مو يا اخي شوف هذا ما ما هو صحيح مش تقليل من شعريتك لا لا لكن, لكن, لكن هذا هذا يعني هذا الموجود يعني هذا الموجود يعني في قصيدتك وهذا اللي خلى الناس اقول يبحثون عن من اللي يكتب بهالاسلوب يعني لا لا على العموم الناس استغربوا طرح تركي كله في البرنامج ولكن البرنامج يعني البرنامج كان يعني احنا كنا محصورين على محدودين على معايير يعني لازم نكتب عليها ممتاز ولكن يعني انا عندي رصيد كشعر وكثقافه اما بالنسبه لفكره والله كيف جاب تركي وكيف جاب فلان وكان انت ما انت مطلع على شعريه تركي ولا على اللي في عقله ولا وش معلومات تركي اللي عنده كواحد تقول الكلام هذا صح ولا لا جميل اي يعني وبعدين لا تستغرب في شعراء ما عرفوا الثقافة أصلا جابوا شيء معجز عندك سعد بن جد لا يكتب ولا يقرأ ويجيب شيء ما جابوا شعراء الحداثة والثقافة اللي لهم 50 سنة ممتاز يعني وش معنى تركي أنت يعني الناس مركزين على تركي ليه يعني أنت إشكاليات حولك كثير يعني يعني سبحان الله العلي العظيم يعني أنا مستغرب ودائما يا فهد شوف يعني هذه من ضريبة الشهرة فدائما شوف بس هذه ترى شوف قال الله قال ادع لي قال الله يكثر حسادك جميل هذه بشرك من النجاح ما هي طيب من النجاح قصيده وطنيه واحده اللي شاركت فيها ولا لا في شعر المليون لا شاركت في ما يخص قصيده في المملكه وطنيه واحده لا فتح حماس طبعا تخص الملك عبد الله الله يحفظه طول عمره وسيره بطل تعتبر قصيدتين اي نعم طيب قصيدتين وطنية تخلي أن يعني يعني أنه تركي شاعر الوطن يعني وتلغي حسابات شعراء قدامى يعني موجودين من قبل تركي وتركي يعني يعني يتعامل مع هذا مع هذا اللقب على أنه فعلا أنا أول شيء أشكرك يعني على طرحك السؤال ده يعني أولا الوطنية موجودة في كل شخص ما في شك سواء شاعر أو فنان أو رسام أو فارس أو يعني الوطنية موجودة حنا أبناء الوطن ولكن يعني الإشكالية اللي صارت عند تركي شاعر الوطن وصار فيها كلام وفي الصحف وجدل في الوسط الشعري والقبلي أنا ما ألغي شاعرية أحد وأن بدأت الخلاف كان يعني يدور حول خلف بن هذال وتركي الميزان صريح يعني نعم نعم هذا صحيح أولا خلف بن هذال مدرسة شعرية وشاعر وطن ما يختلف عليه اثنين ولكن هذا ما يمنع أنه يجي شاعر يمثل الوطن اسم الوطن ما هو محصور على شخص معين ولا هو محصور على تركي الميزاني أو خلف بن هذال أو أي شاعر تركي أنت يا خلف بن هذال شاعر تمثل الوطن ونعم تمثل في الجنادرية وفي منى بس لحظة خلني أكمل سم. شاعر معترف بك انك شاعر وطن وانا اللي اقولها يعني خلي الناس انا اقول خلاص هذا شاعر وطن ولكن انا جيت في برنامج شاعر المليون ومثلت الوطن ممتاز وانت كنت موجود يا خلف ممتاز ما مثلت الوطن ممتاز البرنامج. ممتاز انت قلت من لسانك قلت انا جيت في برنامج شاعر المليون ومثلت الوطن نعم خلف بن هذال يمثل الوطن بشكل رسمي يعني يعني إذن هو شعر أنا وثلت الوطن بشكل رسمي هل أنت يعني في برنامج متابع من لا مش بشكل رسمي أنت أي. هل من يعني هل أنت تنتمي مثلا لدائرة حكومية لوزارة ويعني أنا أنتمي الوطن كامل الوطن لا أنا أتكلم أنا أتكلم عن التمثيل الرسمي اللي يجيك خطاب تكليف رسمي أنك تمثل الوطن أنت معك شعراء وطن واجد يعني ما في كم معك واحد من الوطن من اللي يقول لك خطابات أنك تمثل الوطن يا أخي من وين الكلمة هذه من الآن خلف بن هذال إذا بيجي يلقي قصيدة منى أو قصيدة قصيدة الحجة الموسمية نعم لابد أن يجيه تكليف أن يلقي القصيدة لابد أن يكلف أنه ترى في اليوم الفلاني لازم تقول القصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين أي تكليف أنك تقول قصيدة أي تكلف يعني تكلف من أنا هذا شوف ألقاب أول شيء ما فيها تكليف أنك تقول شاعر الوطن أنا ما يكلف أنه أنا أقول لك أنت تقول الوطن أنت مع يعني طبعا الوحيد اللي كان شاعر وطن أو كان يمثل الوطن شاعر المليون التركي أنت ما معك سعوديين كسعوديين معك من الوطن انت ما احنا انا معي سعوديين هو سعوديين العلم صاروا اتجهوا اتجاه معاكس يعني نسوا الوطن
ما نسوا الوطن. لا نسوا في قصائدهم قصدي أنا كتمثيل كشعر. هو قصائدهم قصائدهم تمثل الوطن يا تركي. أي هو تمثل الوطن. لو فاز لو فاز لحظة تمثل الوطن. إيه 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 تمثل الوطن إنك تمدح ربعك. نعم. وتقول حنا اللي فعلنا فعلنا. شوف بقول تركي تركي. لو فاز لو فاز لو فاز لو فاز لو فاز هذا واحد من زملائك. خلنا نأخذها واحدة واحدة. لو فاز واحد من زملائك اللي ما يعني قال قصائد شعرية غزلية وقصائد مدح في ربعه اللي هم أساسا يعني جزء بسيط من الوطن يعني ماشي. وفاز في النهاية. وش بيقولون الشاعر إيش الشاعر ينتمي لوين؟ ما بيقولون الشاعر السعودي؟ لحظة إذا هي هذه حاجة واحدة أنا بعلمك البرنامج. ما هو لازم أقول قصيدة وطنية على أساس أكون شاعر وطني. لا يا أخي أنت فكر البرنامج برنامج شاعر المليون برنامج دولي مو محلي عشان تقول أنا والله بروح أتغزل ولا بسوي. أنت مشارك في برنامج مشارك فيه لا يقل عن 9 دول أو 10 دول. يعني هنا أنت تمثل الشاعر هو اللي هنا الشاعر يطلع لي مثل وطنه. هنا يطلع الشاعر لي مثل وطنه. وأنا بالعكس أتشرف إني مثلت الوطن وبكل أمانة نعم مثلت الوطن في برنامج شاعر المليون. شوف وشوف الشعر الباقين ما مثل الوطن يعتبرون في كشعرهم أشخاصهم يعني يوم يجي. أنا ما أتحدى الشخصية. أنا مثل هو لو فاز هو لو فاز يا تركي يا تركي لو فاز. اترك الفوز اترك الفوز والخسارة. راح يكون شاعر سعودي يعني. شوف الإنسان معلش بقولك على شغله. هل يعني الطبيب مثلا دكتور السعودي يروح في الخارج ويطرح شيء معين ويعلن عنه زين. هل لازم إني يربط الإنتاج حقه يعني لازم أقول إنه هذا يعني المشاركة حقتي ولا الاختراع حقي ولا العملية حقتي عملية وطنية؟ لا هو يقولون هذا يعني ساهم الوطن في إنجاحه ووصل إلى المكان اللي هو فيه يعني الشكر يرجع للوطن لأنه فاز هناك. شوف أنت الحين أنت تتحدث عنك كشخص وأنا أتحدث عن كشاعر. أنت تتحدث عنك كشخص نعم سعوديين ونعم فيهم ويشرفون دولتهم في أي مكان ما هو في برنامجه بس. أنا أتحدث كشعر والخلاف اللي صاير الآن كشاعر وطن ما شاعر وطن كشعر مو كشخص. يعني احنا الاشخاص احنا لنا احترامنا وبعيدين عن الشعر وعلوم اللي صح ولا لا. جميل. احنا نتحدث شاعريا. طيب كم شاعر وطن في شاعر المليون النسخه الثانيه؟ ما تابعته. كل الشعراء السعوديين اللي شاركوا في شاعر المليون السنه هذه النسخه الثانيه كلهم قالوا قصائد في الوطن. والله ما حد رشحهم ما ادري احنا بروح اسال انا ما جبت وقلت انا يا الربع انا ترى شاعر الوطن. انا قدمت شيء وكفئت عليها من الجمهور وعاتب عليه. تعاتب على إيه؟ تعاتب عليه انك كنت تساهم يعني في وجود يعني بعض الاقلام او بعض الجماهير اللي تلغي يعني شعرية الوطن عن الناس الثانيين. انت الان ما الغيتها. إيه انا اقول الجماهير يا اخي يعني لحظه انا ما الغيها. انا اقول يا اخي انت المكان هذا اوكي لحظه يا اخي انا ما الغيها واقول ان ترك الميزاني هو شاعر الوطن اللي ما فيها ولا غيره يمثل الوطن. مو صحيح. بكره ممكن يجي شخص يمثل الوطن. يا اخي انت مثل الوطن في دراستك مثل الوطن في شعرك ممتاز. تمثل الوطن مثلا في 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 مثلا امسيه في الاردن في 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 مصر في هنا مواقع ما هي محصورة على شخص إنه والله طيب. ما يمثل الوطن الشخص الفلاني. طيب لا. تركي على أساس إنه ما يعني أنا لا نقطة بس بوضحها سمع. يعني بوضحها. تفضل. المسألة ما هي محصورة على اسم معين إنه يكون والله الشخص الفلاني هذا خلاص شعر الوطن ما عاد فيه. مو صحيح. أنا مثل الوطن وخلف مثل الوطن وخلف أصلاً يعني خلف بكل أمانة خلف شاعر علم من أعلام الشعر. اللي رايح يلغيه يعني ما أصلاً خلف الألقاب لا تقدمه ولا توخره لأن شاعر معروف وشاعر مدرسة شعرية لي أنا وغيري من الشعراء. هذا بس لينا إحنا نبغى يعني نقنع الناس به. نقول مسألة ما هي مسألة ألقاب إنها الفلان ولا الفلان. إحنا كلنا دون الوطن. أخلفي مثل الوطن وأنا مثل الوطن وأنت مثل الوطن كمذيع. احنا كلنا عندنا وطنية ما يمنع يا اخي. صحيح صحيح تركي. بس ودي اسال سؤال اسمع اجابته بعد الفاصل. انه انت تنكرت لشاعر المليون والقائمين عليه. اسمح لي اسمع اجابتك بعد الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نعود من بعده لاكمال حلقة هذا المساء من بدون مجاملة مع الشاعر تركي الميزاني. تفضلوا بالبقاء معنا. يا مشاهد ترى المرقى بهذا الشعار.
قناة المرقى بالفضائية، أن تشاهد من أعلى. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في الجزء الأخير من حلقة هذه الليلة من بدون مجاملة مع الشاعر تركي الميزاني. توقفنا أبو عطا الله في الفاصل الأخير شاعر المليون، قلت أنه برنامج بدون خلل يعني في حديثك قبل شوي، لكنك تنكرت لي. يعني شلون يعني تنكرت؟ وضح لي سؤالا. ما كتبت قصيدة يعني هجاء في القائمين على البرنامج وفي سياسته وفي شخوص، يعني في ناس في البرنامج. مو صحيح كلام هذا، يعني قصيدة فيهم في البرنامج وفي ايه؟ لا مو صحيح. قصيدة وصال لحمي صاحبي اللي علشانك تحديت الظروف. اها، هذا في واحد ما في البرنامج فيه يمكن 400 واحد. ما هي بال ما هي يعني تفسير القصيده ويعني الاقاويل يعني على انها في شاعر المليون وفي اثنين تحديدا من القائمين على البرنامج. اي لا الكلام هذا غير صحيح يعني، ولكن الناس دائما تحاول انها تاخذ الاسباب الحديثه وهذه وهذا يعني هي القصيده هجائيه تركي ولا لا؟ مو هو بشرط انها هجائيه، مو بشرط انها هجائيه. انا ولا يقدر يثبت اي واحد انها هجائيه يعني ان القصيده هذه يعني ربما فيها عتب وربما بعد ما هي بهجاء نهائيا. مشاركتك في شعر المليون صراحه اثارت اشكاليات كثيره، يعني الوطن والقصائد اللي المكتوبه وخروجك من البرنامج يعني بالمركز الثاني يعني والقصيده اللي اوصال لحمي، ليه الضجه هذه كلها حول تركي يعني؟ والله شوف، اول شيء انا ما تعني لي شيء بكل امانه، يعني الضجه هذه انا بعيد عنها كل البعد، مريح بالي منها. اللي انا احب اقول يعني انها هذه ضريبه من ضرائب الشهره، واعتقد انه يعني حصلت الناس مشاهير غيري واجد. جميل. انا لست الوحيد في لا انت اشكاليات يعني. كثيره يعني كل مرحله من مراحل البرنامج في اشكاليه، حتى يعني خروجك من البرنامج صار في اشكاليه، بعد انتهاء البرنامج في اشكاليه، ما ادري يعني. يعني هذا انا ودي انهم يعني الاشكاليه ذي ما يوجهون لي انا. اذا كان والله في اشكاليه تخص البرنامج وجهه لاصحاب البرنامج. لا في تعاملك انت، في تعاملك مع البرنامج ومرورك في البرنامج، على اساس انه ما نقحم البرنامج يعني، واحنا في الفاصل الاخير عندك اخطاء فادحه في ابياتك في الشعر، اسمح لي على الاخطاء الفادحه. اعطني بيت. انت تعترف ولا ما تعترف فيها يعني؟ خلني اسمع. ممكن يا اخي انت ما اكتشفت يعني، انت لازم يعني ما كامل الا وجه الله. انت اكتشفت يوم من الايام لعبت محاوره مع يعني الشاعر الفلاني وطلعت من المحاوره واكتشفت انه عندك اخطاء ولا ما اكتشفت؟ لا كثيره. ونبهت يعني على اخطاء يعني؟ مو هو نبهت يعني، شوف انت تعرف ان المحاوره التجاري وجه لوجه هي ما هي باخطاء يعني تكون انها اخطاء يعني، ولكن احيانا يكون فيه شيء افضل من شيء. احيانا والله مثلا لما تقول البيت وانت في نفس المحاوره، وانا بكل امانه اني اقول البيت احيانا وفي نفس الطاروق وفي نفس الدقائق يجيني بيت افضل واتحسف على هذا اللي قلته، لان جاني بيت افضل منه، افضل، لان الوقت مو هو مع انت ملك الوقت في ساحه المحاوره، الشاعر ملك الوقت مش الوقت. هذه يعني هذه افضليه، لكن انا اتكلم عن الاخطاء، خطا يعني البيت ما ينقال في اخطاء، البيت المفروض انه ما ينقال لان خطا يعني واضح عيانا بيانا يعني. تحصل اخطاء احيانا يعني، ما اقول لك انا والله ما شاء الله الشاعر اللي ما يخطي، ولا ما في شاعر ما يخطي. في حفله حضرها الامير عبد العزيز بن تركي يعني لعبت مع ملفي. اي نعم. صار فيها خطا يعني محاورتك مع ملفي يعني؟ والله اني ما اذكر احد، لكن اعتقد انها من افضل المحاورات اللي صارت. ترى طويل العمر فوقك موصيني. ايوه يعني هذا شطر، بس يعني في خطا واضح يعني. وش يعني انت بتقول ترى طويل العمر يعني معناها عليك موصيني يعني. يعني معناها الظاهر يعني. طيب انا قلت ترى طويل العمر فوقك موصيني. فوقك موصيني
هذه جملة صحيحة يعني؟ إيه ما فيها شيء. جملة يعني وش ما فيها شيء تركي؟ ما فيها شيء. طيب وش تقصد؟ يعني أوصيك على فلان. طيب. وش الفرق بين على وفوق؟ لا لا فرق شاسع يعني. فرق في الاستخدام. على فلان ولا قال فوق فلان يعني بكل أمانة يعني فوق هي كلها بس إن هذه بطريقة وهذه بطريقة على يعني. لا فوق فلان لا 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 انا اوصيك على فلان يعني انا فلان تراني موصيك على واذا كان موصيك على فوق فلان فوق فلان حملت معنى ثاني ما له شغل بالنهايه احنا جينا في المعنى انت ما جيتني في اللفظ ولا طريقه حتى اللفظ حتى اللفظ خطا لا اللفظ مو خطا مو صحيح نهي على ولا فوق نفس المعنى ونفس الكلمه لكن اما اني والله بحرفها طيب على اثبت لك افسرها تفسير ثاني اثبت لك انه يعني اثبت لك انك خطا اثبت لي توكلنا على الله تجي طيب. توكلنا فوق الله يا اخي الله انت تقول على هي واحد انت تقول لكن من في فوق الله سبحانه يا اخي تعال الله تعال يا تركي يا تركي يا تركي يا تركي الله سبحانه فوق الجميع انت تقول على هي فوق وانا اجيب على مثل فوق انا اجيب فوق سؤال واحد بعد انت انت انت, انت الان وش معنى على وش معنى على معناها. على ما لها على حرف جر يربط بين كلمه وكلمه معناها لا وشلون على هي تقصد العلو لا لا لا, لا 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 انا ما اجيك القواعد اقول لك فسر لي وش يعني حرف انت هذا على حرف وفي على فعل انت لا تربط بين الفعل والحرف لا 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 على من العلو هذا الفعل على أينا. فلان اي ارتقى أينا. وعلى فلان يعني هذا حرف الجر طيب انت تقول احنا نوصيك على فلان يعني وش تجي في في في, في تجي على حرف جر الربط يعني ربط بس بين في الجمله يعني ما تجي اللي هي على اوصيك فوق فلان اي على فلان ولا فوق فلان ولا احنا طبعا شوف احنا ناخذها بحسن نيه نقولها بحسن نيه بلفظ اللي احنا نعرفه طبعا هذا لفظنا لفظ الجميع لكن ان في تفاسير تفسرها والله عاد بكيفه فسرها اللي فسرها انا ماني وكيل على 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 ذريه ادم لكن انا اقول لك على اللي يعني انا يعني افهم من كذي تركي انا اقول اني انا يعني بالمعنى الفصيح اني انا يا ملفي ان الامير عبد العزيز بن تركي يقول الله الله في ملفي الليله نبي ملعبه طيبه نعم أما إن عادي يجيني واحد من خلق الله اللي ملتف من عقله بي بي بيحط لي يقول لي لا فيها أقاويل لا تركي هذه أنا يعني حتى مقولة إنه ملتف من عقله يعني المفروض إنك ما تقولها ولكن لا صدق لا أنا أقولها لك يعني هذا خطأ لغوي أنا المفروض إنه الاعتراف بالخطأ يعني جزء من أنا أقولك فيها أخطاء يعني هذا الخطأ هذا الخطأ أنت تحط على مثل فوق ترى طويل العمر فوقك موصيني يعني هي على موصيني طيب عليك موصيني يعني الربع المسألة اللفظ 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 متشابه ما في نترك 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 يعني ترى في حلقات بدون مجاملة أشياء كثيرة نتركها يعني معكم على الحكم للمشاهدين أي يعني ما في شك الظبي أذن فوق النثيلة والظبي أذن فوق النثيلة يعني في أيضا شطر شطر لك لا مو صحيح لك ولا أقولها لو أعتقد أني أقول البيت هذا عزلت الشعر الظبي أذن أنا أسألك أنا بسألك ما هو صحيح إذا ثبت أن البيت لك تركي إذا ثبت على الطلاق راح تجي من بكرة أم أذن الظبي يذن فوق لا مثل اللي الطير يرمحك بجناحه ولا الطيارة ترد السلام ما كلا هذا يعني في أشياء يعني إحنا كل بعيدين كل البعيد يعني ممكن واحد ممكن يلعب محاورة ويقلد صوتك يعني ويقول الظبي يذن فوق النثيلة علشان يسيئلك والله يمكن يا أخوك ما أنا ما خلّب عني شيء أصلاً يعني ما عاد بقى شيء ما 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 ما, ما اتهموا تركيبه ولا حطوا إشاعة عليه لكن الظبي يذن فوق النثيلة الظبي يذن فوق النثيلة أنت قبل شوية يعني أنكرت أن على يعني هي تختلف عن فوق يعني أوكي لحظة لا لا يعني هذه غير وهذه غير ما هي بغير يعني هذه أنت حافظ طيب أنت حافظ كل محاوراتك تركيب أمانة يعني حافظ كل شيء أنت يمكن نقلتها في محاورة يمكن نقلتها في محاورة لا يعني مو صحيح ما أقول هالبيت هذا نهائيا يعني من عمل 414 إلى عمل 428 ما قلت هالبيت أنا نايم يمكن ما أدري كان في الحلم وحتى ما أقوله في الحلم طيب محاورتك مع حبيب العازمي سببت قطيعة لك مع قناة الساحة وش حبيب محاورة العازمي محاورة يعني هي مش الأخيرة اللي فيها طنا يعني الحبيب العازمي معك ظهرت بشكل أنت في المحاورة يعني مرتبك ويعني من يقول إني مرتبك أصلاً يعني المحاورة بالعكس كانت من أفضل المحاورات اللي صارت هي محاورة من أفضل فيها شيء يعني خليني يرتبك يعني
ما فيها شيء. وش اللي خلينا نرتبك فيها يعني؟ حدد لي شيء. الشيء انه انت يعني انت من اللي انت طلبت يعني من القائمين في القناه الفضائيه انه ما تعرض يعني. من هو اللي طلبه؟ من هو؟ احنا ما نعدد اشخاص. لا لازم تعدد. لا 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 يا فهد ما هو صحيح الكلام هذا. ولا طلبت من اي شخص في القناه. واذا كان انه يوجد يقول شخص ها قول اسمه الان وانا واجهه الاعلام امام الاعلام يعني مو هو بفلخفه مو صحيح. طيب انت ظهرت انت بعدنا يعني شوف ترى ما في شيء يخليني اني والله امنع الساحه نزلت محاورات تسيء لي وتسيء لجميع شعار المحاوره اكثر من المحاوره اللي بيني وبين حبيب العزمي هذه ما فيها اي اشاعه لا لي ولا له ولا المشاهدين ايضا. نعم ما فيها شيء بالعكس محاوره عاديه يعني ما فيها شيء. كنت كان واضح عليك يعني الارتباك وعدم التمكن يعني الارتباك مو صحيح. انت كنت ما تركي معليش يعني خلنا انا احنا شاهد المحاوره وتابعنا انت شاهدتها بس انا موجود فيها يعني أنت انا صاحب المحاوره موجود ممتاز انا اعطيك رايي وجهه نظري وجهه نظر الاعداد وانت يعني لك حق الرد يعني يعني انت فاجأت انه حبيب يعني جاب يعني شقر الكلمه او تعداد معنى الكلمه يعني هذا جزء في الموال تفاجأت انه يعني المعنى كان مكشوف يعني ظاهر يعني هذا اللي انت تلعب عليه يعني عاده لو جاك معنا غامض ممكن انك انت اللحن كنت كل وقت شلون تقول لي هذا اللي عاده تلعب عليه هي المعنى المكشوف اي المعنى المكشوف انت يعني صرت عاده انا ما اقول دائما عاده اي يعني. فرق دائما انا قلت لك في الاونه الاخيره صرت انا كلامي لا زال واضح انت مذيع ولا شاعر والله تركي انا اتكلم الان معك كمذيع انت يعني تكلمني كمذيع اترك الاذاعه وخلك شاعر والله اذا شفت نفسي راح انجح في هالمجال راح اصير شوف لحظه انت ما وجهت سؤال انت تقول لي انت عاده وانت عادة, عاده انا عندي معلومات كامله وعندي انا معلومات كاملة. لا انت في بداياتك ويعني انت ما تحدثني عن بداياتي انت تقول عاده يعني لا زلت من اني مستمر في الشيء هذا شوف لا عاده يعني انا قلت مش دائما عاده انت تلعب على معنى مكشوف ودائما تختلف عنها خلنا انا ما نبي نطلع انت بتطلع من طنطا لا ما بيطلع لا لا لا, لا, لا يا حبيبي بس انا ابيك لما توجه سؤال وجهه في المحاوره في نفس السؤال مو هو بانك تتكلم وتقول لي والله عاده طيب انا اقول لك يعني الكلام هذا اوكي هل هو سوء انك تلعب على معنى مكشوف دقيقه هل هو سوء على العموم يعني كلامك هذه وجهه نظر لك خاصه يعني ولا تثر فيه يعني حتى لو قلتها يعني امام الاعلام ولا في غير الاعلام بالعكس احترمها على انها يعني ما تعني لي شيء جميل نهائيا جميل لكن ارجع للسؤال اللي طيب انا السؤال يا تركي انت كنت تقف قدام الميكروفون حتى اللحن كنت مضيع طيب قل هذه لا مو بصحيحه طيب يعني في كل معليش تركي انت يعني أوكي. انت خامط صوت وصاحب الحان وتجيد الامور هذه كلها يعني ما انت قادر يعني تضبط يعني لحن محاوره بينك وبين شاعر يعني يفترض انك انت مستعد لاستعداد نفسي وفكري يعني هذه في نقص الشعريه انت وش تقول ولا انت نفسك قبل شوي تقول انه الواحد مساله الصوت واداء اللحن هذه من اشياء يوم قلنا سالتك هذه تعد نقص شعريه انا اقول لك ارتباك انا قلت نقص انا اقول ارتباك لحظه يا فهد ما هي مساله ارتباك ولا مساله احيانا يا اخي انا مستعد اجيب لحن ما يغني عليه ولا شاعر لا حبيب ولا جميع شاعر في هالساحه مستعد انا اجيبه وله موال بعد بيت ما هي مساله انه ما تعرف اللحن ولا ما تعرف يعني كل شاعر من هالاساليب ها يملك مخزون كبير المسألة ما هي بهذه ممكن أن يضيع اللحن ولكن بكرة ممكن أن تجي تضيعه صح ولا لا ممكن أي شاعر يعني حنا أنا بالذات يعني مسيرتي 15 سنة أو 16 سنة كل حفلة أحيانا تختلف أنت والشاعر عند اللحن بس إنك ما يعني تجيبه ما هي قضية ذي إنك ما تعرف اللحن تجيبه بالطريقة اللي هي ممكن أضيع اللحن يا أخي أنا ماني بعالم هذه ما لها شغل طيب غير طيب غير ما لها شغل ما رديت الرد اللي كان افترض انك ترده يعني وش هو يعني؟ يعني ألا يا ليل وين الشاعر اللي ضيع المليون؟ يعني وش ردي عليه؟ أنت أخذنا اللي مدري ايش لا ولا يا حبيبي مدري كان محتاجه على كديون يعني هو يقول لك يعني أنت شاعر الوطن طيب يقول لك وين اللي ضيع دخل الوطن في المليون أنا أقول لك الآن يعني أنت شاعر الوطن كانوا يفترض لأنه حبيب قالها بعدين وأنا ما أبغى العلم يعني هل الدوحة أو البيرق هل الدوحة يشيلون هذه هنا تثبت لك أنه حبيب يكلمك على أنك شاعر وطن مثلا يعني أوكي طيب أوكي ليه تقول أنه إذا أنك محتاج على كديون وأنا ما لها شغل لحظة أنا أقول أخذنا ما يكلمك عن أخذنا لا, لا لا لحظة أنا أقول أخذنا اللي كتبها الله ولا العازم إذا صرت محتاجه عليك دون أنت رايح للمليون اللي قدمت معرضك سواتك
نخلص ديونه. يعني انت ان كان عليك محتاج احنا ما لو ما ناخذ المليون عندنا خير كثير. يعني ما رحنا ناخذ ملايين. ففي موضوع شعر الوطن اقول اخذنا اللي كتب الله، يعني لقب شعر الوطن هذا يكفينا عن 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 الدراهم وعن هذه. في ما فيه اصلا صار بكل امانه الطروق كان طروق جيد. كان طروق بالعكس، انا عندي الطواريق الاولى كشعر وكمعنى كانت هي الاقوى. ممتاز. طيب اما بالنسبه فيما يقوم تقول خلني اكمل الاجابه على السؤال، ان اللحن اني ضيعته. انا نعم اعترف اني ضيعت اللحن، ولكن هذا يعني مو هم مقتصر، لا يعني اني والله ضيعت اللحن او ضيعته انت انه والله يصير نقص. انا ما قلت نقص، انا قلت ارتباك. انا ما قلت نقص يعني علشان تكون الصوره واضحه. انا ولا تطرقت للنقص نهائيا، انا قلت انه في ارتباك، يعني ظهر على تركي ارتباك وعدم يعني عدم اداء اللحن بشكل صحيح. كنت تسال عن حبيب في كل مره يعني ما قلت نقص. يعني على العموم اللي انا بقوله يعني ان هذه الاشياء تصير، ما هي محصوره يعني بكل امانه يعني على ترك الميزاني ولا لا، تصير الاشياء هذه احيانا. يعني الشاعر احيانا، يعني انت احيانا، انا يا تركي احيانا اللحن له 3 سنوات احنا نسمعه في نغنيه ويغنونه زملائنا، يجيب الشاعر ذاك الليله اول مره كاني اول مره سامع، ويعني يا دوب امشي معه. واحيانا لا، اصنع لحن جديد ويغني عليه الشاعر من اول بيت، واحيانا يصنع الشاعر لحن جديد واغني عليه من اول بيت. فهذه امور الحان وملحان، ويعني هذه كلها امور سهله، ما هي يعني ما هي امور صعبه بالذات عندنا احنا زملائنا. طيب ولا يعني ولا نحسبها على بعضنا، ما هي في محسوبيات الشعر والشعراء. طيب تركي حاولت تشكيل ثنائيه يعني مع فيصل الرياحي ويعني ولم تستمر هالثنائيه. يعني شلون يعني لم تستمر؟ يعني لم تستمر بالشكل اللي كان مخطط لها. يعني بمعنى انه مثلا يعني خلنا اعطيك مخطط يعني لها اي مخطط لها في ثنائيات يعني في شعر المحاوره، يعني تلقى اثنين فلان يلعب مع فلان وفلان يلعب مع فلان، يعني باتفاق مسبق انه اذا عزم تركي انا اجي معه ويجيبونه، الثاني اذا عزم فلان يجي فلان معه بهالشكل. يعني شوف عشان التخطيط ومو التخطيط، اولا الثنائيه اللي تقولي خطط لها هذه مستحيل انك تحصر رغبات الناس عند رغبتك، هذا الكلام ده غير صحيح. لان انا صاحب كحفله يا اخي انا مرغب الشاعر الفلاني، حتى لو بينك وبين الثنائيه لو اقول لك لا كنسلوهم كلهم، يعني ما فيه شرط ثابت. ولكن الثنائية اللي صارت بيني وبين فيصل يعني وطولت، أنت تقول لم تستمر، هي استمرت 6 سنوات مو 5 سنوات ولا زالت مستمرة. يعني الثنائيات يعني هي ما هي مخطط لها مثل ما قلت، ولكن هذه رغبة الناس. طيب وكانت ثنائية ناجحة بكل أمانة، يعني من أفضل الثنائيات اللي أنا سويتها، شفت في شعر المحاورة في حفلاتي، وصارت بيني وبين الشعراء من افضل الثنائيات كانت بيني وبين فيصل الرياحي في الملكي. ما فيه يعني ولا هي، لكن خططت لها مسبقا يعني انت فيصل؟ لا والله ما خططنا لها كتخطيط، ولكن انا اعلمك ام الحفله تخطيط اكيد انه مو رسم خطه يعني على ورق، ولكن انه انا تركي وانت نلعب مع بعض في سبيل انه فلان وفلان ينعزمون مع بعض، اكيد ان يمكن التخطيط كان يعني شوف تعال بقول لك حاجه واحده، يعني الحفلات اللي تخصني انا مثلا يعني ربعي وجماعتي، نعم كنت اختار فيصل، والحفلات اللي تخصه هو عند ربعه كان يختارني. جميل. وهذا يعني مو حق من حقوق الشاعر ان يختار الشاعر اللي يبي، يعني بغض النظر عن انا 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 زملاء الاثنين. لكن جت ثنائيه بيني وبين ملفي بعد ثنائيتي انا وفيصل، وجت ثنائيه بيني وبين فهد العازمي، وجت ثنائيه بيني وبين مستر العصيمي، يعني جت ثنائيات كثيره ما هي ثنائيه واحده. فهد العازمي بينك وبينه محاوره يعني صار فيها سقوط كبير، يعني ما دام انك تطرقت لفهد العازمي يعني انا ذكرها يعني من المتسبب انت ولا فهد العازمي بدون مجامله؟ اللي وينها؟ انت تعرف اذا المحاورة والله يا فهد اني بكل امانه اني اسالك بجد اني ما ادري وش المحاوره اللي تقولها هذه. كم لعبت محاورة مع فهد العازمي؟ عطله كامله لعبت انا ومستور فهد العازمي. بس وش المحاوره اللي صار فيها يعني سقوط ما اذكرها. انتم المشكله انكم المذيعين يعني كل كلمة يعني الربع ترى نمزح مع بعضنا، بس المشكلة أن الشاعر متهم لو يقولها كلمة زينة يقول لها شينة، هذا يقصد بها شيء شين
يعني وبدأ شوف الله أعلم من الأمور هذه يديرونها أنتم المذيعين واللي في الإعلام. بالعكس بأقلامكم لا. إذا أنتم البيت يجي مكشوف ويجي فيه تلغيم ويجي فيه كلام ويجي فيه يعني, طيب يعني ويجي فيها الفاظ ويجي فيها الفاظ يعني أحيانا يجي فيها الفاظ يعني لو تركبها تشقرها ولا يصير لها معنى ثاني زين. الإعلامي يعني عامل مثل المرآة يعني ينقل الشيء. أنا بكل أمانة يعني نصيحة بقدمها يعني للإعلاميين يعني أنتم ترى والله بعيدين كل البعد عن شر المحاورة يعني ما تعرفون وش أساسيات وش قواعد. لا والله ما كشفتونا والله ما كشفتوا ولا حاجة يعني أنتم عندكم المدح سب والسب مدح. لا لا مو صحيح. ومكشوف. مو صحيح. يا أخي تعال. أنت لحظة لحظة. لحظة. عطني أي بيت شاعر مكشوف لحظة. تركي أنتم عندكم فوق على وعلى فوق. ماشي. وهذه واضحة. بعلمك. وعندكم معلش يعني وعندكم يعني السب واضح يعني. يا أخي تبغى أنا لحظة. تبغى ندور عيبكم أنتم المذيعين. أنت يا كمذيع كذا. أنا لو بعيب. بعيب عيب في الأسئلة لنجيبها حتى بلفظة يعني. مثلا ما هو بني ترصد على كلام الإنسان. النهار مبين. والليل مبين والحلال مبين والحرام مبين. وصلنا إلى نهاية هذا الحلقة. الله يعطيك العافية تركي. الله يطول بعمرك. هل من كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة أقول الله يبيض وجهكم على هاللقاء لو أنك ترفع الضغط. يعطيك العافية. لكن أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. ولقاء صراحة ممتع. عسى الله يوفق الجميع إن شاء الله. الجميع. شكرا أبو عطا الله. شكرا. مشاهدي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بدون مجاملة. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات مشاهدي الكرام. أهلا وسهلا بكم إلى مساء الصراحة والشفافية والوضوح. شركة أسرالي دول تقطع العلاقات بينها وترجع قنواتك هذه اللي ترجع عنها تحالف أنت وياها معاها تصلحون ولا تصالح أنت وياها معاها. لا ليش ما تتم شخصيات الشعراء يعني مش معنى تركي انت يعني الناس مركزين على تركي ليه؟ سبحان الله العلي العظيم يعني انا مستغرب. قال الله قالت قنوات عالميه معروفه اساسا. نعم. قنوات لديها الامكانيه يا اخي انا اصغر يعني انا اتكلم معك بدون مجاملة. الدعايه عن طريق قناه شعبيه تجيب لها شعار غنون ولا عن قنوات عالميه يعني انا قصه المصارعه ما أنا لي نية وأنت ما تدري عن نيتي اللي في خاطري. المشاعر طال عمرك حصل فقط دح نفسي مدح نفس الفل خلاص أنت تدري عنه. شو يمكن أنا شايف إن ردي على ما هو مقنع. قبل ما أقوم كلمت العيال عندي الشعر اللي عندي مطلق الله يرحمه وخلف شليويه قلت أنا بقوم بغش الزلامي في بيت دون مجاملة أفضل.